السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص للأبوات المغربيات لأقل من 17 سنة اللي داروا واحد المباراة ودية أمام منتخب التشيك وفازوا عليهم بهدفين لهدف. أصدقاء ديالنا، لصراحة الرياضة المغربية غادة في واحد التطور كبير من 16 سنة وانت طالع. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا التحركات والملخص ديال الأبوات والأهداف اللي سجلوا اليوم. نتوما حكموا، عطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو بركنا على واحد لايك، بارطاجيو الفيديو، خليوه يطير يوصل لجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقاء ديالي، بلا ما نطول عليكم، دوزوا مباشرة نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في نهايته. اليوم نشيطة لجي اليوم النخبة الوطنية، إناس الإدريسي، كرة مرفوعة، فرصة الإمكانية البحث عن الراسيات، إلاكي كرة ممتازة في اتجاه وفاء، وفاء بن طاهر يتمرر في اتجاه إناس أبو شريف. فرنسي تبحث عن هدفها الأول، وبقت المنتخب الوطني المغربي، هدف أول، هدف أول للمنتخب الوطني المغربي، والهدف الأول للاعبة في حضورها الأول، تسجل هدفها الأول في الجولة الأولى. هدف جميل وجميل جدا، طريقة رائعة كيف لعبت الكرة، الكرة دائرية كانت صعبة على حارس المرمى نيكولا للمنتخب الوطني المغربي تسديدة، ولكن فوق المرمى، الجهة التي تتواجد بها كل من إناس الإدريسي وكذلك عواطف الغزل بيع، إما منتخب الكاميرون أو أوغندا. هنا كرة من ركنية، لكن تدخل الدفاع تذهب مرة أخرى لركنية مجددة للمنتخب الوطني المغربي. كما قلت من جديد على مستوى النتيجة، كرة عرضية طولية، فرصة، تدخل الدفاع، تدخل دفاعات المنتخب التشيكي الذي تلعب كرة طولية الآن، خروج لحارس المرمى، ولكن هناك راية مرفوعة، البحث عن حلول وعن مساحات في خط دفاع المنتخب الوطني المغربي، مراوغة، ولكن تدخل ممتاز من جانب اللاعبة سلمى. هنا فرصة، ممتاز فاطمة زهرة الجبراوي، ممتاز التدخل الماضي من فاطمة زهرة، لكن المتابعة جيدة مرة أخرى، تسديدة وتصدي مرة أخرى، ومتابعة جيدة من فاطمة الزهراء الجبراوي، والكرة في الركنية، أخطر فرصة للمنتخب. تمريرة ممتازة جيدة وجميلة، التمريرة الماضية في اتجاه عواطف الغزواني، طريقة الدوران وطريقة التمرير من وفاء. هنا فرصة مغربية، هنا الفرصة والمحاولة على البحث عن الهدف الثاني، إناس أبو شريف هي وحدة قادرة على ختم هذه المحاولات بهكذا طريقة. إناس أبو شريف واحدة من نجوم المنتخب الوطني المغربي. رم لي عواطف الغزواني من الجهه اليمنى، تمرر الكره في اتجاه ايناس ابو شريف، لاحظوا العمل الكبير، او وفاء بن طاهري هذه المره هي من كانت وراء الكره التي منحت الهدف الثاني. هنا التمريره بهدوء وبذكاء، ايناس ابو شريف تسجل للمباراه الثانيه على التوالي امام كره في خط الوسط، تغيير الاتجاه لكن اقرب لدفاعات المنتخب الجنوب افريقي، أكيد على أنه انتصارات في يحاولون البحث عن تقليص الفريق من الكرات الثابتة. تعود الكرة من جديد لحدود الساعة في هذا الجولة الأولى، هناك تنظيم جيد لدفاعات المغربية، يلعب بزيادة عددية وبأكثر عدد من اللاعبين على مستوى الخط الأمامي، ويترك فراغات على مستوى الخط، تبحث عن الحلول، تحاول الدخول المعترك، مراوغة من إليسكا، تبحث، وهنا متابعة جيدة من دفاعات المنتخب الوطني المغربي، تعود ماريا فوديل، تعود للجهه اليمنى، دائما زالت متواصله صالح المنتخب التشيكي، كره مرفوعه وصل عند حارسه المرمى فاطمه الزهراء الجبراوي. ايناس ابو شريف ممتازه، ايناس ممتازه، طريقه تحكمها في الكره وكذلك تحكم في ايقاع المقابله، عنصر مهم داخل تشكيله المنتخب الوطني المغربي. هناك عديد الخيارات، لكن بعض الاسماء من الصعب على انك توجد خيار. على مستوى خط وسط الميدان تلعب الكرة الآن لصالح المنتخب التشيكي، ومقطوعة من مريم الرحمون، مريم في اتجاه سهام باهوش، باهوش بهدوء تتحصل على خطأ. رافائيل بان فرنانديز يعلن عن نهاية تفاصيل هذه الجولة الأولى بتقدم المنتخب الوطني المغربي الفئة أقل من 17 سنة بهدفين مقابل شيء أمام المنتخب التشيكي ضمن هذه المباراة الودية التي تدخل في إطار تربص للنخبة الوطنية هنا بإسبانيا. مشاهد الإضافة، كرة طولية، فرصة لكن سهلة عند حارسة المرمى مونيك عواطف الغزواني، سنرى هنا الفرصة الإمكانية المحاولة
تعود من جديد لصالح عناصر المنتخب الوطني المغربي. للمنتخب التشيكي المحاولة العرضية، فرصة، هذه أخطر، هذه لم تكن مع المتابعة من الدفاع. نيكولا تنطلق تبحث عن الحلول، لازالت محافظة على الكرة لكن في نهاية المطاف أقرب لجاد المختاري. يمكن نقول بأنه مع الاستمرارية مع العمل ممكن شاهدوها في أكبر النوادي الأوروبية. فرصة الآن للمنتخب التشيكي. المراوغة، كان سقوط لسهام باهوش، والمراوغة كذلك كانت جيدة من ناتالي اللي تمكنت من إحراز الهدف الأول. فهذا المنتخب التشيكي في الجولة الثانية سيرغمنا على الخروج مرة أخرى للبحث عن أهداف أخرى. يا سلام على نينا مختار الجامعي، أظن أنه كان فيها خطأ حال دون تسجيل هدف تقليص النتيجة في الجولة الأولى، لكن الجولة الثانية كان فيها المنتخب التشيكي على موعد. منتخب التشيكي وراء الكرة، تيريزا تلعب كرتها مقطوعة من الدفاع. هنا لخدمة مختار الجامعي أبيها نبيل بها، تلعب كرة طولية فاطمة زهرة الجبراوي بشكل جيد في الكرة الماضية، تلعب كرة طول يسرى المنتخب التشيكي. هنا المحاولة المراوغة بشكل جيد، إناس الإدريسي كادت أن ترتكب خطأ فادح أن كانت على غزواني عواطف. هنا الخطأ، تلعب الكرة فرصة الآن وراسية على العارضة الأفقية لمرمى الحارسة. يحاول من خلال البحث عن دفعة معنوية وكذلك زيادة عددية على مستوى خط الوسط وكذلك الخط الأمامي. أخرى ماريا فوديل كورتها في اتجاه دفاعات المنتخب التشيكي، تعود مرة أخرى لإناس أبو شريف. الأخيرة لاحظنا أصبحنا كنشاهدوا المنتخب الوطني المغربي يلعب ثلاث مدافعات. سهام بوجد المختاري، هنا فرصة مغربية وتشيكية ولكن تدخل الدفاعات المغربية في الفئات السنية. كرة في ضربة خطأ للمنتخب التشيكي، وراء الكرة نيكولا لاساكوفا تمرر كورتا في الجهة اليمنى، انطلاقة من تيريزا تبحث عن المرور، والكرة في شباك الخارجية. لحسن حظ الكرة في شباك الخارجية المنتخب الوطني المغربي. هنا فرصة تمريرة ممتازة في اتجاه لينا مختار الجامعي، تنطلق لينا لكن عودة موفقة في التغطية الدفاعية من دفاعات المنتخب التشيكي. في الظهير الأيمن في الجهة اليمنى، هنا فرصة للمنتخب التشيكي، خطأ في الإبعاد من مريم الرحمون. لحسن الحظ أن الكرة ذهبت لخارج أرضية الميدان، كانت محاولة خطيرة للمنتخب التشيكي وسوء. تلعب الكرة طولية، هنا فرصة للمنتخب التشيكي، تدخل الدفاع، لازالت المحاولة قائمة والإبعاد في نهاية المطاف من صالح المنتخب التشيكي. تلعب الكرة الآن، فيها محاولة من الجهة اليمنى، كرة مرفوعة، تدخل ممتاز من فاطمة الزهراء الجبراوي والإبعاد فضيل. ثم الكرة أرضية، فرصة الإمكانية ملعوبة بشكل جيد لكن مكشوفة من دفاعات المنتخب التشيكي، حذاري من الهجمات المرتدة. إناس لازم على أنها تقوم بالتمرير في أسرع وقت ممكن في الهجمات المرتدة، أحيانا تتباطأ في التمرير لكن تمريرة ممتازة في نهاية المطاف. اتجاه هيبة اليوسفي، تلعب كرة من هيبة في اتجاه لينا مختار الجامعي، كانت قريبة لينا. أصدقاء ديالي خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من صميم ديال القلب ديالي تشبركونا على واحد لايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من صميم ديال القلب ديالي تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار. تهلاو، السلام عليكم.